السلام عليكم أيها الحبيب المحب، صلي على محمد، اللهم صلي وسلم عليه. واحد يقول عازمنا، يقول عازمنا احنا أخويانا وحنا عنده في البيت وسهرانين، يقول فجأة يقول باب الشارع مفتوح، يقول فجأة دخلت علينا حرمة لابسة عبات راس نقاب وعليها نظارات مقعرة، ذي اللي ما يشوف مرة. قلت خلط كذا، قالت وبعدين معك ترى، يقول تقصد راعي البيت، يقول احنا خفنا، بعدين معك تلعب بقلبي، سحبتني على وجهي، وبعدين معك الدواء زواج ولا لعب، تلعب علي اشتكي انت جماعتك، يقول تعوذ من الشيطان، راعي البيت يقول تعوذ من الشيطان، والله صفحتينا، قالت افضحك وافضح 20 واحد شكلك، ابى افضحك انت جماعتك، انت على كيفك تلعب علي، اخذتني ولا، يقول قلنا ابنها تعوذ من الشيطان، يقول ناس، يقول خفنا، يقول قال خلاص انت طالق طالق طالق، قالت اصلا انا ما تقعد صارخ احمد ربك اني ساكت عليك واحسن انك طلقتني، يقول احنا خفنا، يقول بعدين التفتت، يقول شافت واحد معنا، يقول شاب وسيم، قال هذا من جماعتك، هذا شو اسمه، هذا اللي يستاهل، تعال لمي، يقول خاف شو المهبوله ذي، يقول وذا كان يخاف وجهه حمر، قال خذي، قال اللي طلقها خذي احسن لك خلي، وطلع عنده فلوس، قال لك لا ما ابي ما ابي، قالت الا عطني، وطلع جوالها بتصوره تبيه، وقال لا تصورين، قالت طلع جوالها بتصور، يقول قام ذاك زعلان، يقول لا تصورين لا تصورين لا تصوريني، وصوره انت متزوج، قال ايه متزوج ما تصورني، يقول فجاه رفع النقاب اثر شخص، يقول اثر الشخص يلعب علينا رجال مو بحرمه، يقول شكله عريض وطويل، يقول ولد فتح صاحبنا اللي عزمنا، يقول غاشي يضحك اذا متفق وياه، يقول طلع كذا وجهه بس شفنا شنبات ودقنا كذا، يقول بعدين سكر، قال له اجلس اجلس، يقول قال ما بجالس عقبه خلاص انا مستحم منكم ما بجالس، ترى هذا يعني شرع على البيت، ترى قال لي يسوي المقلب، يلا السلام عليكم، يقول طلع، يقول حنا الدنيا ما تقعنا، قلت يا محمود وش المقلب، قال هذه مره ثانيه اجيبه، ناس من زملائي جبته لهم بعد، وش السالفه، من هو ذا، قال هذا تعرفت عليه عند واحد تاجر سوى المقلب فينا، والتاجر يعطيه فلوس على المقلب، يحول له فلوس، وانا والله العظيم اني محول له الحين، قال كم حولت له، قال حولت له 100 ريال على شيء يسوي المقلب، يقول المره الاولى حولت له 100 ريال وجاء وسوى المقلب وراح ما يجلس لانه بينفضح، يقول هذه عادته هذا مشروعه